لو تنافست الدول العربية في عدد الأهداف المسجلة في مرمى العدالة والمساواة والديمقراطية لفازت تونس بكأس العرب بامتياز. احنا مرتبة أولى وفخورين بذلك، ولكن ما هي مدعاة تكبر ولكن مدعاة فخر أن نكون في تونس قاطرة حقيقية للديمقراطية، أن يشارك كل قوى المجتمع وأهمها النساء في الحياة السياسية والمجال العام. على هامش ملتقى النساء في السياسة المقام في لبنان التقينا السيدتين لميا الدريدي وصبرين القمطيني النائبتين في المجلس النيابي التونسي المؤلف من 217 عضوا نالت فيه النساء 78 مقعدا في الانتخابات الأخيرة على أساس القانون النسائي المطبق في تونس منذ 2011. الرئيس الجمهورية كان أعلن على تبني مقترح المساواة في الميراث، وهذا ثورة في العالم العربي. نحن بلبنان بيقولوا سعادة النائب، عندكم بتونس كيف؟ يقولوا سيد النائب، حضرة النائبة، يعني ما في سعادة؟ نو سعادة لا. قد بيتقاضى النائب بتونس؟ احنا الراتب متاعنا هو في 1000 يورو. بيطلع لك سيارة بلا جمرك؟ لا لا لا. ليه؟ لا ما عناش احنا في تونس الامتيازات شوفوا. يعني نو نو ما عناش في تونس. احنا بالنسبة احنا النائب في تونس يتقاضى منحة عن العمل البرلماني ويعني وبس. في جمع بين النيابة والوزارة؟ لا لا، احنا وظيفة النائب لازمها تفرغ تام، يعني لا يوجد أي جمع. الناشطة النسائية اللبنانية والمرشحة السابقة زويا جريديني المشاركة في الملتقى تؤكد أن لبنان يمشي ببطء على طريق تطوير القوانين. بعدنا حاطين براسنا أنه لبنان هو سويسرا الشرق، أنه هو متقدم على بقية الدول العربية، بينما الواقع مش هيك. في تحسينات طرقت على قضية الأحوال الشخصية بكثير من الدول العربية، نحن بعدنا محلنا. في موضوع المشاركة المرأة بالحياة السياسية، بالسودان صار في كوتا 25%، بالعراق صار في كوتا نسائية 25%، بليبيا 16%، بفلسطين 20%. نحن بعدنا لهلأ على مدى دورتين انتخابيات عم بيوعدوا الحركة النسائية بإقرار كوتا، وبيرجعوا بيتخلوا عن هذا الوعد بآخر تكة. بين لبنان وتونس تاريخ يعود إلى عام 814 قبل الميلاد، مع أميرة مدينة صور أليسار وتأسيسها مملكة قرطاج، ومنذ ذلك الوقت والشعبان يحتفظان بكثير من القواسم المشتركة. فهل تلاقي الدولة اللبنانية عام 2018 تونس في تبني قوانين الدولة المدنية؟ ليال بوموسى، قناة الجديد.